بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع التلاوة على قناتكم قناة الناس، والتي تقدم كل ما ينفع الناس. ومعنا اليوم ما تبقى من سورة الانشقاق. وسورة الانشقاق كما بدأناها أول أمس بدأت بهذه الآيات التي تحدثت عن أهوال يوم القيامة، وتحدثنا عن الأحكام التي وردت فيها. وأكثر الأحكام التي جاءت في الآيات الأول من هذه السورة تتعلق بأحكام الهمس، وحروف الهمس 10 جمعها هذا العالم الجليل المتخصص في علوم القرآن ابن الجزري في قوله: فحثه شخص سكت. 10 حروف. حروف الهمس ذكرت لكم في المرة السابقة أنه إذا أتيت بالهمس وكانت أمامك شمعة مضيئة، فإذا تحرك ضوء الشمعة إذن أنت جئت بالهمس. فالهمس صوت يخرج مع الحرف الساكن، حروف الهمس 10، يخرج يسمعه القريب دون البعيد. فحثه شخص سكت. أنا أريد أن أوصل معلومة قيمة لي ولكم جميعا. أغلب الناس في التكبير، تعرفوا أنه أغلب الناس في التكبير ما بينطقوش بالكاف أو بالهمس اللي في حروف الكاف، في حرف الكاف في همس، فبيقول إيه؟ الله أكبر، بدل ما يقول الله أكبر يقول الله أكبر. طب اختبر نفسك كده، شوفها أنت بتقول الله أكبر ولا الله أكبر. إذا كان الهمس يخرج في الكاف يبقى أنت بتنطق صح. الله أكبر، شوف أنت بتبدأ حتى الصلاة بتاعتك، تكبيرة الإحرام هذه التي تبدأ بها الصلاة ركن من أركان الصلاة، فلا بد وأن تأتي بها في صحة وفي سلامة نطق. الله أكبر، أك ما نقولش أج، الله أج غلط. حروف الهمس وبالذات الكاف نخلي بالنا من الهمس وحروف الهمس. طبعا في صلاتنا عموما في أكثر من تكبيرة وبالذات تكبيرة الإحرام، الله أكبر، أك ما نقولش أج، اوعى تقول الله أكبر، لأ أكبر غلط، وإنما أك بالكاف، لازم تسمع الهمس حتى تسمعه أنت. الله أكبر، تبدأ الصلاة، الأذان، الإقامة، الله أكبر، الله أكبر، هكذا، مش أكبر أبدا. خلي بالك من الكاف وخلي بالك من حروف الهمس كلها. الصورة بدأت بحروف الهمس. إذا السماء انشقت، مش عايزين نبالغ في الهمس برضو، يعني ما نقولش إذا السماء انشقت والناس كلها تسمع الهمس، لا، الهمس يسمعه القريب دون البعيد، فيكفي أن تسمعه أنت أو القريب منك يسمعه. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، برضو وأذنت فيها حرف التاء في همس، وحقت فيها حرف التاء فيه الهمس. وإذا الأرض مدت، برضو فيه همس، إلى آخر الآيات التي تلوناها معكم في الحلقة قبل الماضية، وأكمل زميلي حتى وصل بالأمس إلى الآية: لتركبن طبقا عن طبق. نكمل نحن اليوم من الآية 20 إلى الآية 25 من قوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهنا الآية فيها سجدة، وبالمناسبة القرآن الكريم
فيه 15 سجدة، بداية من سورة الأعراف نهاية بسورة العلق، 15 سجدة في القرآن الكريم. إذا قرأت وكنت على استعداد تام للسجود أسجد، وقل في سجودك: سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وصوره، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم ارفعني بها درجة وحط عني بها خطيئة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود عليه السلام. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. هذه الآيات هي ما تبقى من سورة الانشقاق، وأنا الآن أريد أن أسمع من حضراتكم وتسمعوني من السماعة حتى يكون الاتصال فيه فائدة لي ولكم من السماعة مش من التلفزيون. يبقى نوطي صوت التلفزيون على الآخر ونسمع بعض من السماعة. وأول اتصال معانا إيمان من القاهرة، تفضلي يا إيمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك يا إيمان، بس خلي بالك من الإخفاء الشفوي، فبشرهم بعذاب أليم. جزاك الله خيرا. معنا شروق من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك يا شروق، جزاك الله خيرا. قراءة طيبة. نادية من القليوبية، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أستاذة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حاولي تتصلي بينا يا حاجة نادية لأن الاتصال صعب شوية. معانا هدى من الشرقية، تفضلي يا هدى. السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا كذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك يا هدى، ولو وصلت جميل ما شاء الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك، قراءة طيبة تستحق عليها الشكر، يعني حتى الإخفاء الشفوي طالع معاكي كويس جدا ما شاء الله، تلاوة طيبة. معنا إبراهيم من القاهرة، تفضل يا إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون
فبشرهم بعذاب أليم. كمل حبيبي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك يا إبراهيم، قراءة طيبة ما شاء الله. محمد ومريم من الجيزة، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ما شاء الله، محمد اللي كان بيقرأ مش كده؟ محمد يلا يا مريم تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. ما شاء الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله في محمد وفي مريم. وأحسن حاجة تعلمناها من محمد ومريم في القراءة بتاعتهم إنه المد العارض للسكون كان متساوي، والنغم ما شاء الله مظبوط، والآيات والضبط الأحكام بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. ربنا يبارك فيكم جميعا يا أهل القرآن. معنا الحاجة عطيات من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. شكر الله لك يا حاج عطيات، قراءة طيبة ما شاء الله. حسن الجيزة تفضل يا حسن. حسن معانا؟ حسن طيب، حاول تتصل بينا تاني يا حسن. معانا ليلى من الجيزة، تفضلي يا ليلى. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. ما شاء الله ما شاء الله. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. جميل ما شاء الله، أحسنتي. ما عاد بس لهم أجر غير ممنون، مش الهمزة بتخرج من أقصى الحلق. لهم أجر، ما نقولش أجر. بارك الله فيكم. نور الهدى القاهرة معانا، يلا يا نور. أيوة السلام عليكم. تفضلي يا حاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفيكم جميعا. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ما شاء الله، بارك الله فيك حاجة نور، ربنا ينفع بيك يا رب ويتقبل منك القراءة الطيبة ديت. وخلي بالك أنا سمعت في البسملة بس بسم الله الرحمن الرحيم، فما فيش فيها في الآخر قلقلة، خلي بالك زي ما قرأت كده الآيات كلها من غير قلقلة في الآخر، ده مد عارض للسكون، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. لكن لو قلنا لا يسجدون يبقى احنا كده بنقلقل النون، والنون مش معانا في حروف القلقلة، وانت ما قلتش كده، انت بس انا سمعت في بسم الله الرحمن الرحيم في الأول خالص. ربنا يجازيك خير يا حاجة نور ويتقبل منك يا رب. معانا منى سوهاج، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله في صعيد مصر وفي سوهاج وفي أهل القرآن جميعا. المد العارض للسكون كان واخد حظه معاك في المد ما شاء الله، يعني كان بيتمد 6 حركات من أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. معانا أشرف من الفيوم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أستاذ أشرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ما شاء الله عليك يا أشرف. الله العظيم. بتفكرنا بالقراءة بتاعتك دي بالقارئ البكاء الشيخ محمد صديق المنشاوي، جزاك الله خيرا وبارك الله في أهل القرآن جميعا، مصر ولادة صغارا وكبارا ومنذ القدم وحتى قيام الساعة، فهي ولادة وخاصة في مجال القرآن الكريم. معنا الأستاذة شادية من الإسكندرية، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك يا أستاذ شادية، قراءة طيبة وأحكام ومخارج وصفات ممتازة ما شاء الله. معنا أروى من قنا، يلا تفضلي أروى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا ريت نوطي التلفزيون،
علشان نسمع بعض كويس، احنا قلنا نوطي التلفزيون على الاخر ونسمع بعض من السماعه. انا رديت السلام من اول مره بس عشان انتوا فاتحين التلفزيون ومعلين صوته مش عارفين تسمعوني كويس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ممتازة يا أروى، بس الإخفاء الشفوي راح منك في أثناء القراءة، قلت فبشرهم بعذاب على طول، هي فيها غنة هنا حركتين، فبشرهم بعذاب أليم. سماح من الغربية تفضلي يا سماح. سماح معانا ولا راحت؟ السلام عليكم. مين معانا؟ المدام سماح من طنط. اتفضلي. ازي حضرتك يا سيدنا الشيخ؟ الحمد لله فضل من الله. اتفضل اقرا. اتفضلي يا فندم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ما شاء الله، قراءة طيبة سماح، وأرجوك يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فعلمي اللي حواليك دول اللي صوتهم لسه صغير دول علميهم القراءة الطيبة دي، بارك الله فيكم. معانا ثلاثة، رؤى ورتاج وروان من المنيا، يلا. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ما شاء الله، بس أجر غير ده إظهار حلقي ما فيهوش غنة. جزاك الله خير يا رؤى. رتاج يلا يا رتاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ما شاء الله. رتاج اللي كانت بتقرأ ولا مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مين اللي كان بيقرأ دلوقتي؟ رتاج اللي كانت بتقرا. طيب يا رتاج خلي بالك من الاخفاء الشفوي. مين اللي هيقرا معانا دلوقتي؟ روان. يلا يا روان اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله في رتاج وفي رؤى وفي روان وبارك الله في أهل القرآن جميعا. خلي بالك من الإخفاء الشفوي برضو يا روان. معنا محمود من البحيرة.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. جزاكم الله عنا خير. وجزاكم الله عنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك يا محمود، بس خلي بالك كل نون انت وقفت عليها عملت لها قلقلة، مع ان ما فيهاش قلقلة حتى الأخيرة، لهم أجر غير ممنون، ما فيش ممنون، لا. فما لهم لا يؤمنون، لا برضو. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فاصل قصير ثم نعود ونواصل معكم هذه الحلقة، فكونوا معنا إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، والقائل: القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. معنا زينب من الشرقية، تفضل يا زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلهم دي في سورة التين يا حاجة زينب، خلي بالك هنا ما فيش فاء. إلا الذين آمنوا تاني. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لهم أجر على طول، ما فيش فلهم هنا، فلهم أجر غير ممنون في سورة التين والزيتون، هنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون من غير فاء. أعيدها تاني. أقولي لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك يا حاجة زينب. معنا زياد من القاهرة، تفضل يا زياد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألو، سامعك يا زياد، قول. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك يا زياد، وواضح أنك أنت وأنت بتقرأ مشغول بحاجات كتير عمالة تضرب حواليك. معنا سيد من المنيا، تفضل يا سيد. كريم. سيد وكريم، يلا حبيبي. أنا كريم. يلا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك يا كريم. يلا يا سيد. ها لسه بتحفظ ولا ايه؟ الو السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل اقرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا. طيب معلش معلش. قراءة طيبة يا سيد ما شاء الله. معنا جعفر من الجيزة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ حياك الله يا حبيبي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. عليهم كده انت بتقرأ برواية للحفص ولا ايه؟ الذين كفروا يكذبون. يا جعفر. نعم. بتقرأ بحفص عن عاصم مش كده؟ الله. يبقى عليهم ما تقولش عليهم. عليهم القرآن عليهم. لا يسجدون. ماشي. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. فين الإخفاء هنا؟ نعم يا فندم. فبشرهم. فين الإخفاء الشفوي وانت بتقرأ؟ فبشرهم بعذاب أليم. أيوة كده الله يفتح عليك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيكم وبارك الله في أهل القرآن وفي من يقرؤون ويتقون الله في قراءتهم للقرآن. معنا شمس. ومين؟ يلا يا شمس. أنت ولميس. يلا شمس اللي هتقرأ الأول. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. يلا مين اللي هيقرأ؟ لميس. يلا يا لميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لهم أجر بس ما فيش فاء. لهم. ماشي. لهم أجر غير ممنون. أما إلا الذين أجر غير ممنون. أما اللي أنت قلتيها دي في سورة التين. بارك الله فيك يا لميس. معنا الأستاذة منال في الإسماعيلية. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام ما شاء الله. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. الله. والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك يا منال. ما شاء الله. الجواب باين من عنوانه من الاستعاذة اللي انت بدأت بيها. واحنا قلنا منال دي ما شاء الله لو الوقت يسمح لنا كنا نسمع منك القرآن كله بهذه الطريقة الجميلة والأحكام والصفات والمخارج الحلوة. الحاجة سعاد من الجيزة. تفضلي يا حاجة سعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. خلي بالك يا حاجة سعاد، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. عليهم، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. لا مفيش غنة هنا، إظهار حلقي. بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب أليم. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أحسنت يا حاجة سعاد، وعشان بتسمعينا من السماعة كنت بتسمعي على طول التصحيح بالنسبة للكلام اللي احنا كنا ساعات بنصححه ليكي، بس ما شاء الله في المجموع قراءة طيبة، جزاك الله خيرا. معنا محمود من الشرقية، تفضل يا محمود. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك يا أستاذ محمود، وخلي بالك بس من الإخفاء الشفوي. فبشرهم بعذاب أليم. هند من الجيزة، تفضلي يا هند. إيه؟ يلا تفضلي يا هند. ألو ألو. تفضلي يا هند، إحنا سامعينك. ألو. تفضلي يا أستاذة هند، تفضلي. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ ابدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك يا حاجة هند. معانا عمر من الإسكندرية، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك يا عمر، بارك الله فيك، بس خلي بالك اوعى تقلقل النون الساكنة اللي بتقف عليها في الآخر. من ساعة ما بدأنا ونلاقي ايه، فما لهم لا يؤمنون، ما نقولش فما لهم لا يؤمنون، لا. جزاك الله خير يا عمر، انت ما شاء الله جميل وبتقرا حلو وصوتك جميل. معانا صفاء من البحيره، اتفضلي يا صفاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون.
فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك يا صفاء، قراءة طيبة. معنا مروج من الإسماعيلية، تفضلي يا مروج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. غير ممنون، ما شاء الله عليك، قراءة طيبة يا مروج. بس خلي بالك غصب عنك الآيات، ممكن الحركات ممكن تغلبك، القرآن بيغلبنا كلنا حتى إحنا الكبار، والله غالب على أمره. بارك الله فيك يا مرود. معانا محمد من سوهاج، تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. فين الإخفاء الشفوي يا محمد؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيك يا محمد، لو كنت بتسمعني من السماعة كنت هتسمعني وأنا بقول لك فين الإخفاء الشفوي، وكنت هتطلع بيه تاني وتجيبه تاني. بارك الله فيك يا محمد، جزاك الله خير وجزا الله أهل القرآن كل خير. معنا الحاجة عدلية من الجيزة، تفضلي يا حاجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. حاجة عدلية ما شاء الله، حاسس أن القرآن طالع من قلبك كده وانت بتقرأي وانت في بارتجاف كده، ما شاء الله، جزاك الله خيرا، قراءة طيبة. معنا سيف وسلمة من البحيرة، تفضل. السلام عليكم. يلا يا سيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك صدق الله فيك العظيم. يا سيف بارك الله فيك، خلي بالك من الإخفاء الشفوي بعد كده يا سيف. معنا سلمى، يلا يا سلمى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.
بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بارك الله فيكم جميعا يا أهل القرآن، ونفعني الله وإياكم بما قرأنا واستمعنا من قرآن كريم، ونسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وأن يحفظ قادتنا وأن ينصر جيشنا وأن يحفظ أمننا واستقرارنا وأن يرفع عنا وعنكم جميعا البلاء والغلاء والوباء، وأن يشفي كل مريض وأن يشفينا جميعا، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى أجمعين، حتى يتجدد معكم اللقاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.